سيدي يا باب الحوائج الليلة جمعة الليلة جمعة نسألك يا مولاي يا باب الحوائج أن تشفع لنا عند الله فأنت وسيلتنا عند الله. أسفي على عمتك زينب فقد قيدت بالحبال في يديها ورقبتها تنظر إلى رأس المولى أبي عبد الله. شو تقول له؟ تقول له يا حبست دموع عين عليك للشام أنا خاف تشوفني عيون الشماتة أخنق عبرتي وأدفن بلا لام حرام إن كان ساعة الليلة بات على ظهور الهزيل دارتنا الأيام ومشونا بدرب ما ماشياته يتفرج علينا الخاص والعام واحنا خيالنا ما شايفاته تدق طبولها ويضرب الدمام وسمعونا الحكي ما سامعاته ويلي ويلي من بلد البلد والروس قدام إيه راسك عم عيوني مدللات تقول أخويا أخويا أنا بقيت محيرة واصفج بالإيدين لا عباس يضرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر